ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله في النساء يا جماعة، يا جماعة يعني الأمر فاض الكيل فيه، الأمر زاد عن الطبيعي وزاد عن الحد. ليه انت بتضرب مراتك؟ ليه البهدلة بتاعت ولاد الناس؟ يعني دول بنات اتربت وتعلمت وابوها مأدبها وابوها شايل معاك كمان في عزالك وكلام من ده، وترجع الاخر تبهدلها وتضربها؟ الامر ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم، اسيرات. المرأة اسيرة، يوم ما تتجوزها وبتكتب كتابك عليها وتاخدها الى بيتك خلاص اصبحت اسيرة، أسيرة. ما يعني ليه اكرم، حتى اكرمها يا أخي، اكرمها لله، إنما تبهدلها وتضربها وهي شركة العمر، شركة العمر بتاعها في كل حاجة. أنت يا أخي بتشركها في الضراء قبل السراء، في الشر قبل الخير، تلاقيها شايلة همومك وتعبانة وكذا وكذا، وأول ما يجي الفرح تنكد عليها وتبهدلها وتضربها وهي بنت ناس اتأدبت وتعلمت ولغاية لما وصلت لك. ايه ده؟ الامر ده محتاج يا جماعه الناس تهدى فيه، تهدى فيه، بيوت المسلمين بتخرب. الامر محتاج الرجاله اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. الضرب ده اخر وسيله. ليه الشباب النهارده، شاب تلاقيه لسه متجوز وبعد شهر واتنين بيضرب مراته؟ انت في ايه؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. سيب يا اخي حتى شيء للزمان، انما انت النهارده اول الامر انت نازل تضرب فيها ويكسر عظمه ويدميها يعورها. انت في ايه؟ انت بتضربها ليه؟ عشان هي ضعيفه عنك؟ عشان انت قوي يعني مثلا؟ الامر ده ليس من الرجوله، ليس من المروءه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النساء بيشتكين زوجهن قال ليس اولئك بخياركم، دول مش افضل الناس فيكم. اللي بيضرب مراته، اللي بيضرب زوجته ده على الفاضية والمليانة وعلى أي وضع ده، إيه لا، الضرب ده له ضوابط. السنة لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ضربتمهن فاضربوهن ضربا غير مبرح، لا يكسر عظمه ولا يدميها ولا يعورها ولا يبهدلها ولا يعمل كدمات في وشها. إيه الكلام ده؟ الكلام ده اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء.